بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حلقات ضحايا ريا وسكينة، وحلقة النهاردة رقم 80، رفض النقض المقدم من عصابة ريا وسكينة وتأييد حكم الإعدام. وهقدم لحضراتكم والأول مرة نص عرائض رجال ريا وسكينة اللي قدموها للنيابة العامة والمأمور السجن. بقدم نص العرائض دي لأول مرة، هنتناولها بالتفصيل وهنقراها زي ما هي موجودة في ملف القضية. حصل اللي كان متوقع، لم يسفر الطعن على حكم المحكمة ضد عصابة ريا وسكينة بالنقض إلا عن فايدتين فقط. الفايدة الأولى هي تأجيل تنفيذ حكم الإعدام لمدة تزيد عن 7 أشهر، والفايدة الثانية هي الرحلة اللي قام بها المتهمون السبعة ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق وعلي محمد حسن الصايغ، اللي كانت يوم السبت الموافق 29 أكتوبر سنة 1921 من سجن الحضرة بالإسكندرية إلى سجن الاستئناف بالقاهرة، وأمضوا الليلة في سجن الاستئناف بالقاهرة. وفي الساعة 7 من صباح اليوم التالي الأحد الموافق 30 أكتوبر سنة 1921 غادروا السجن لمبنى محكمة الاستئناف المجاور للسجن عشان يمثلوا أمام محكمة النقض والإبرام اللي انعقدت برئاسة عبد الرحمن رضا باشا وعضوية المسيو سودان وأبو بكر يحيى باشا والمستر هيل وأحمد زكي أبو السعود باشا المستشارين بمحكمة الاستئناف الأهلية. ممثل النيابة أحمد محمد خشبة بك وكيل نيابة الاستئناف واللي أصبح وزير بعد كده أكتر من مرة. لم يحضر من المحامين عن المتهمين إلا 4 فقط: عثمان أفندي نور الدين عن عبد الرازق يوسف وعرابي حسان، واثنين من المحامين عن علي محمد حسن الصايغ وهم إسماعيل بك حمزة ومصطفى بك الخادم، والمحامي الرابع كان هو محمد بك أبو شادي عن المدعي بالحق المدني محمد أحمد رمضان أو رمضان النجار زوج فاطمة شيخة المخدمين. بدأت جلسة النقض بمرافعة ممثل النيابة أحمد محمد خشبة بك اللي طالب بعدم قبول النقض أو الطعن المقدم من ريا وسكينة وحسب الله ومحمد عبد العال وعرابي حسان من حيث الشكل، لأنهم لم يقدموا أسباب للطعن على الحكم، وكمان طالب برفض الطعن المقدم من عبد الرازق يوسف من حيث الموضوع، لأنه لم يثبت في محاضر جلسات المحاكمة إن الدفاع عن عبد الرازق كان طلب الاستماع لشهادة بديعة، خاصة وإنه كان باستطاعته إنه يعلنها بنفسه أو إنه يستدعيها للشهادة باعتبارها شاهد نفي زي ما بيقول، ولكنه لم يفعل ذلك. وقال ممثل النيابة في رده على سؤال من رئيس الجلسة عبد الرحمن رضا باشا إن النيابة لم تجري أي تحقيق في مسألة عدول محمد عبد العال عن اعترافه على عبد الرازق وعرابي بعد النطق بالحكم، ونفى ممثل النيابة إن النيابة تكون تلقت العريضة اللي بيقول عنها دفاع عبد الرازق يوسف إن آل همام أعلنوا فيها براءة عبد الرازق ووقعوا عليها ببصمات أصابعهم وقدموها لإدارة سجن الحضرة، وقال إن النيابة لا علم لها بأي شيء من ذلك كله. وطالب ممثل النيابة برفض الطعن المقدم من علي محمد حسن الصايغ، وقال إن الحكم اللي أصدرته المحكمة يتضمن أسباب كافية للعقوبة اللي وقعت عليه من قبل المحكمة. ودعم محمد بيك أبو شادي محامي المدعي بالحق المدني رمضان النجار دفاع النيابة. قال محمد بيك أبو شادي محامي رمضان النجار إن عدول أحد المتهمين عن اعترافه هو أقل ما يمكن توقعه من المحكوم عليهم في قضية ريا وسكينة، وإن هذا العدول بفرض حدوثه هو مجرد محاولة من المتهمين لتعويق تنفيذ الحكم ولمجاملة بعضهم البعض على حساب العدالة. رد دفاع عبد الرازق يوسف على اللي قاله رئيس النيابة، وأكد أنه طلب أثناء مرافعته الاستماع لشهادة بديعة بنت ريا وحسب الله، وأن محضر الجلسات تضمن الفقرة الأولى من اللي قاله في هذا الصدد، ولكن وبسبب السهو لم يتضمن الجزء الأهم من مرافعته وهو مطالبته باستدعاء بديعة للشهادة. ودلل على ذلك بفقرة من تغطية جريدة وادي النيل لوقائع الجلسة في اليوم التالي اللي جاء فيها إشارة صريحة لذلك
اللي هي بمطالبة محامي عبد الرازق يوسف بالاستماع لأقوال بديعة بنت ريا باعتبارها شاهد نفي لموكله. ورد محامي عبد الرازق يوسف على الاعتراض الثاني من النيابة وقال انه ما كانش باستطاعته استدعاء بديعة للشهادة لانه لا يعرف محل اقامتها، لان النيابة وعلى حسب كلام دفاع عبد الرازق لان النيابة امرت من بداية التحقيقات بايداعها في احد الملاجئ غير المعروفة اسمها او عنوانها. وطبعا الكلام ده مش صحيح لان الجميع في الوقت ده كان يعرف ان بديعة في الملجأ العباسي. واضاف ان من حق موكله الثاني اللي هو عرابي حسان الذي لم يقدم اسباب للطعن انه يستفيد من الاسباب اللي قدمها عبد الرازق يوسف. وختم مرافعته وطالب بقبول النقد شكلا وموضوعا والغاء الحكم وإحالة القضية لدائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات للفصل فيها من جديد. ولكن المحكمة رفضت قبول طعن أو نقد عبد الرازق يوسف وعلي محمد حسن الصايغ من حيث الموضوع، وبكده تم رفض النقد من المتهمين السبعة ريا وسكينة ومحمد عبد العال وحسب الله سعيد وعرابي حسان من حيث الشكل وعبد الرازق يوسف وعلي محمد حسن الصايغ من حيث الموضوع، وأصبح الحكم نهائي وواجب النفاذ. دي كانت وقائع جلسة النقض على الحكم واللي تم رفض النقض بالنسبة للمتهمين السبعة، وأصبح حكم الإعدام واجب النفاذ وحكم نهائي وبات. وبعد أسبوع من رفض النقض بما يعنيه ذلك من اقتراب تنفيذ حكم الإعدام، وصل توتر رجال ريا وسكينة لذروته وتقدموا لمأمور سجن الحضرة يطلبوا إبلاغ وكيل النيابة برغبتهم في الإدلاء بأقوال جديدة، وهددوا بإثارة الشغب في السجن لو لم ترسل إليهم النيابة اللي يستمع لأقوالهم. في الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر سنة 1921 انتقل زكي خير الأبوجي وكيل النيابة لسجن الحضرة عشان يستمع لأقوال رجال ريا وسكينة اللي ما كانش فيها أي جديد وكانت تكرار لنفس الدفاع الخايب اللي ما كانش فيه أي شيء يفيدهم في التحقيق أو في القضية، نفس الدفاع اللي سبق وذكروه أمام المحكمة. ولكن كان محمد عبد العال هو الوحيد اللي كرر محاولة تبرئة عرابي حسان وعبد الرازق يوسف. ادعى محمد عبد العال أنه قال للصاغ محمد كمال نامي مأمور اسم اللبان أثناء التحقيقات أن عرابي وعبد الرازق مظلومين فبصق في وجهه، وطلب محمد عبد العال الاستماع لشهادة المأمور محمد كمال نامي والمخبر السري أحمد البرقي اللي كان حاضر الوقعة دي، وطلب كمان شهادة زملائه في وبور الأباري عن وقعة استدعاء سكينة له يوم مقتل فردوس بنت فضل عبد الله آخر الضحايا، ودلل محمد عبد العال بذلك على عدم اشتراك عرابي وعبد الرازق في قتل فردوس بنت فضل عبد الله لأنهم لو كانوا موجودين ما كانش حيكون في حاجة لاستدعائه من مقر عمله في وبور الأباري. أما حسب الله واللي كان لسه عنده أمل في الإفلات من حبل المشنقة عادي يكرر زعمه بأنه طلع ريا من سنة 1913 وأنه رفض إعادتها لعصمته مرة تانية وأنه تزوج من أخرى اللي هي زنوبة بنت أحمد أبو هلال، وأن ده كان السبب في اتهام ريا له، وطالب بالكشف في دفتر الطلاق للتأكد من الحقيقة دي. كرر عرابي حسان وعبد الرازق يوسف موقفهم الثابت من بداية التحقيقات بالإنكار التام ونفوا اشتراكهم في الجرائم أو مجرد علمهم بها من الأساس، واستمروا زي ما قلنا في خط الإنكار التام. لم يشارك حسب الله في محاولة إنقاذ عرابي حسان وعبد الرازق يوسف إلا في الأسبوع اللي تقرر فيه تنفيذ حكم الإعدام، وبعد ما كتب النائب العام في 13 ديسمبر سنة 1921 لوزارة الداخلية باتخاذ إجراءات تنفيذ حكم الإعدام. والواضح أن الخبر ده تسرب لإدارة السجن وتسرب منها للمتهمين اللي يهمهم الأمر، وأول ما عرف حسب الله بالأمر وعرف باقتراب تنفيذ حكم الإعدام كتب في 17 ديسمبر سنة 1921 طلب لمأمور سجن الحضرة وقال أن عنده أقوال سرية بخصوص قضية ريا وسكينة وقضية أخرى، وأنه لا يستطيع إبداعها لمأمور السجن ويرغب في عرضها على سعادة رئيس النيابة الكلية شخصيا.
وبسبب ان سلطات التحقيق كانت بتشعر ان اللي تم كشفه من اسرار عصابة ريا وسكينة مش كل الحقيقة، بسبب كده استجاب كامل بيك عزيز رئيس نيابة الاسكندرية الاسبق واللي سبق وحقق القضية من اولها ومن بدايتها، استجاب للطلب بسرعة شديدة وتوجه في اليوم التالي مباشرة الاحد 18 ديسمبر سنة 1921 لسجن الحضرة عشان يستمع لأقوال حسب الله اللي اعلن والاول مرة براءة عرابي حسان وعبد الرازق يوسف، واكد انهم لم يشتركا في القتل. ولما سألوا كامل بيك عزيز عن المبرر اللي دفعوا للاعتراف عليهم، انكر حسب الله بجسارة وبجاحة انه عمل كده، واكد ان اللي عملوا كده واللي اعترفوا عليهم هم ريا وسكينة ومحمد عبد العال، وحاول حسب الله انه يخفف من مسؤوليته، وقال ان التلاتة اللي هم ريا وسكينة ومحمد عبد العال هم اصل المسألة كلها، وانهم هم اللي ورطوه فاشترك معاهم في القتل مرة واثنين وتلاتة، وانه حاول اثناءهم عن الاستمرار في القتل ولكنهم لم يقبلوا. من وجهة نظري ان حسب الله حاول تبرئة عرابي حسان وعبد الرازق يوسف عشان يعيد فتح تحقيق القضية مرة اخرى من جديد عشان يؤجل تنفيذ حكم الاعدام اللي كان عارف انه اقترب وبشدة عشان يكسب بعض الوقت. ولم يناقش كامل بيك عزيز حسب الله في ادعاءاته، وفجأة انتقل حسب الله للحديث عن طريقة اسكار الضحايا وعن قصة الرجل اللي نصحه باستخدام كوكتيل من النبيذ وعرق الخيل وينتج السطل لتخدير واسكار الضحايا. لما سألوا كامل بيك عزيز عن اذا كان يريد اتهام هذا الرجل، تراجع حسب الله وقال ان الرجل ده لا يعرف شيء، وانه فقط سأله عن وسيلة لاسكار امرأة اخذت منه بعض النقود عشان يستردها منها، فدلوا على الطريقة دي، عرق الخيل ممزوجا بالكونياك ينتج السطل اللي كان بيخدر ويسكر به الضحايا. بعد كده استجاب كامل بيك عزيز لرغبة بقية رجال ريا وسكينة وقابلهم واستمع لأقوالهم وسجل كلام كل واحد منهم في محضره. كشف محمد عبد العال عن مبرر اعترافه وعدوله عن الاعتراف على عرابي وعبد الرازق. قال محمد عبد العال ان مأمور اسم شرطة اللبان اوعز اليه انه يعترف عليهم عشان ده يكون سبب انهم يعترفوا على انفسهم، وطالما لم يعترفوا اراد محمد عبد العال العدول عن اقواله، وطلب من المأمور انه يدخله على وكيل النيابة ولكنه صفعه ومنعه من ذلك. وبكده اكد محمد عبد العال من دون قصد منه ان ما ورد في اعترافاته الاولية بشأن عرابي حسان وعبد الرازق يوسف واشتراكهم في عمليات القتل كان صحيح، وانه عدل عن الاعتراف ده بعد ما الاثنين عرابي وعبد الرازق اصروا على الانكار التام في كل مراحل التحقيق حتى النهاية. كشفت ريا وسكينة عن ان حسب الله ومحمد عبد العال كانوا اتفقوا على محاولة انقاذ عرابي وعبد الرازق من حبل المشنقة بانهم يزعموا انهم مظلومين، اما الحقيقة فهي سبق وقالوها اثناء التحقيقات، وهي ان عرابي وعبد الرازق كانوا شريكين في ارتكاب الجرائم. طبعا المؤكد ان عرابي حسان وعبد الرازق يوسف كانوا شريكين في ارتكاب الجرائم وشاركوا في العمليات زي ما سردنا وشرحنا في الحلقات السابقة كلها. يكفي اني اقول ان عبد الرازق يوسف هو صاحب قرار اول عملية قتل اللي هي الضحية الاولى خضرة بنت محمد اللامي، وهو صاحب المشروع التاريخي لقتل البغايا وسرقة مصاغهم لعصابة ريا وسكينة. ولما طوى كامل بيك عزيز آخر أوراق التحقيق الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد 18 ديسمبر سنة 1921، كان العد التنازلي لتنفيذ حكم الإعدام بدأ. ما كانش متبقي من أعمار ريا وسكينة ورجال ريا وسكينة إلا أقل من 4 أيام. هقدم لحضراتكم دلوقتي والأول مرة من ملف القضية نص عرائض رجال ريا وسكينة اللي قدموها من سجنهم. عرائض رجال ريا وسكينة: العريضة الأولى من ليلى بنت عيد أبو العلا أم محمد عبد العال، حضرت صاحب العزة وكيل نيابة محكمة الإسكندرية الكلية: مقدمه لعزتكم ليلى بنت عيد رعية وسكنة بغيط العنب شياخة علي فودة تبع قسم كرموز، تعرض الآتي: أفندم، ولدي المدعو محمد عبد العال اتهم في قضية الجناية مع ريا وسكينة،
وحكم في القضية ووضع بالنيابة ملابس ملك مقدمه، وحيث أنه فصل في الدعوى نهائيا ويصح قانونا لمقدمه استلام ملابسها المذكورة وجلبية ملك نزلة بنت حسن. نزلة بنت حسن اللي هي زوجة محمود شقيق محمد عبد العال، وعليه تجاسرت بعرضه وبه ألتمس من عزتكم الأمر باستلام ملابس المذكورات المودعة بالنيابة تحريرا في 17 مايو سنة 1921. أكثر شخص قدم عرائض وهو في السجن هو حسب الله سعيد مرعي. العريضة الثانية من حسب الله سعيد مرعي تاريخها 14 نوفمبر سنة 1921. مقدمة حسب الله سعيد مرعي المتهم في قضية ريا وسكينة المشهورة، أعرض الآتي: أفندم، ريا كانت مرات أخي، وأخي توفي وخلف منها ولد، ثم أني تزوجتها لأجل أن أربي ابن أخي، فلما توفي ابن أخي خلفت منها بنت وطلقتها لأن أختها سكينة بطالة بتفتح محلات سرية، فلما خربت أختها ريا فلم يعجبني هذه الأحوال فطلقتها بالمرة في محكمة كفر الزيات، وكانت تأخذ مني نفقة البنت التي وضعتها قبل الطلاق بأربعة أشهر. ولما سافرت السلطة العسكرية اشتغلت بالسلطة 3 سنوات، وعند عودتي طلبت مني ردها فلم أقبل أبدا لأنه ظهر لي أن مشيها بطال بالمرة، وعلى ذلك تزوجت امرأة أخرى تدعى زنوبة بنت أحمد، ولما سمعت ريا بزواجي اتغاظت مني جدا لدرجة لا يمكن وصفها، فسلطت زوج أختها محمد عبد العال لأجل أن يتعارك معي، فتعارك معي محمد عبد العال في محل شغلي على يد أحمد الشرقاوي العربجي وأحمد ابن الجدية، وصار بيني وبين محمد عبد العال عداوة ولا يمكن أن تجوز علي شهادته، وأظن لا يمكن أن واحد يكون متعارك مع آخر ويشترك في موضوع مثل هذا. وقد شهدت علي السيدة في هذه القضية وشهدتها بأني كنت أنا أعمل فاحشة وعرابي واقف في الفسحة، فيا هل ترى عرابي معرض علي؟ طبعا هي مكتوبة بالصاد، وقالت أن عرابي لم أراه وشفت حسب الله فقط، فهي لم تراني أقتل. ولما المعرضة بالصاد أعطيها مبلغ 2 جنيه، فكم أعطي؟ هو قال لفظ معناه المومس، وبعتذر بشدة طبعا عن الألفاظ دي. وهانم بتقول أني أنا شيلتها شوال فيه لحم وأعطتها ربع ريال. طبعا هانم هنا هي عزيزة بنت عبد العزيز مقطورة سكينة لما شالت الشوال اللي كان فيه جثة الخرابة وصارت مع حسب الله وتم إلقاها في خرابة شارع الوسطي. وبكده نقدر نفهم إن عزيزة بنت عبد العزيز مقطورة سكينة كانت مشهورة أو معروفة باسم هانم. كمل حسب الله عريضته وقال: فهل الذي يقتل يستحضر موامس تشيله؟ فكنت أستحضر عرب يد. والصيغ يقول إني لم أرى حسب الله ولا أعرفه، ثم قدام قاضي الإحالة يقول إزاي حسب الله ومحمد عبد العال، يطلع من محفظة 50 جنيه ويقول إزاي تاخد الصيغة بالبخس ده؟ فهل أنا جواهرجي أعطل عليه لأخذ البيعة منه؟ ولا فيه واحد يطلع فلوس ويوريها للناس؟ فشهادة الصايغ لا تجوز علي مطلقا لأنه خصمي. وبعد ذلك مكست في الكراكون 20 يوم، أهانني أحمد البرقي البوليس السري والشاويش إبراهيم ومأمور اللبان، وقالوا لي قول قتلت زي ما قالت ريا وسكينة ومحمد عبد العال، فأنا لم أقتل ولا أعرف القتل ولا رأيت شيء من ذلك وليس لي سوابق مطلقا. ولما عورني المأمور والدم نزل من دماغي وحطوا الحديد في إيدي ورجلي وقلعوني عريان ورشوا المية من تحت مني، وفكتر الإهانة جعلتني أقول اكتبوا قتلت 100 مش 1، وأنا اشتريت نفسي من كثرة الإهانة. فلما غلبوا فيا أحضروا لي جلبية وملاية وقالوا جايبينها من عند مراتك الجديدة، وأنا لم أفعل ذلك، وأخذوا المخبرين ختمي وفلوسي وهذا كل ما عندي، وأنا مظلوم ظلما كبيرا، فالعدل يا أهل العدل، وهذه أقوالي. بصمة حسب الله سعيد مرعي
تحريرا في 14/11 أو نوفمبر سنة 1921 يحول للنيابة العمومية تاريخه. دي كانت أحد عرائض حسب الله سعيد مرعي من سجن الحضرة. العريضة التالتة من حسب الله سعيد مرعي لمأمور سجن الإسكندرية العمومي في 11/12 ديسمبر سنة 1921، حضرة صاحب العزة مأمور سجن الإسكندرية العمومي، مقدمه لسعادتكم حسب الله سعيد أحد المتهمين في قضية خنق النسوة بقسم اللبان، أعرض الآتي: أفندم، حيث أن عندي أقوال سرية ولا يمكن إبداءها لعزتكم، فأرغب عرضها على سعادة رئيس النيابة الكلية بخصوص قضيتي ومعلومات أخرى بخصوص قضية ثانية، فألتمس من سعادتكم مخابرة النيابة للحضور لإبداء ملحوظاتي. أفندم، مقدمه لسعادتكم حسب الله سعيد تحريرا في 11/12 ديسمبر سنة 1921. العريضة الرابعة من حسب الله سعيد مرعي، حضرة صاحب العزة رئيس نيابة الإسكندرية، مقدمه لعزتكم المسجون حسب الله سعيد مرعي المحكوم عليه بالإعدام شنقا والآن بسجن الإسكندرية، أعرض بأنه ريا كانت زوجة أخي وتوفي وهم خلف منها ولد، فتزوجتها لأربي ابن أخي، فقعدت معها سنتين تقريبا، وكانت أختها سكينة كانت مومس، فقلت لها: أختك سكينة لا تدخل هنا وإلا فلن أدخل. فقالت سكينة: الأهل متلمة وباعتني واشترت أختها، فلما وجدتها وافقت أختها ما جانيش دم أنتظر معاها، فطلقتها من مدة 7 شهور في محكمة كفر الزيات، وكانت حامل في 6 شهور. فلما وضعت البنت الموجودة في الملجأ العباسي، وده طبعا دليل على إن مكان بديعة كان معروف إنها في الملجأ العباسي، فلما وضعت البنت الموجودة في الملجأ العباسي تأخذ مني الغرض، ثم أنا اشتغلت في السلطة 3 سنين وكانت فاكرة إني راجع إليها، ولكني أنا مرجعتش. ولما تزوجت من باب سدرة يتيمة اللي هي زنوبة بنت أحمد أبو هلال زوجته التانية، وعلى ذلك هي جابت رجلي في القضية لأني لم أردها ولم أرجع إليها، ولو كنت أنا رجعت لها ما حصل ذلك، ولكن دمي لم يتقبل ذلك، فهل أنا أكون مطلق حرمة وأذهب وأكل عندها؟ إذا كنت لأعطي سري لزوجتي وهي معي، فهل أقتل وهي طليقتي؟ وأنا لا أعرف محمد عبد العال لأنه من مركز أسيوط وأنا من مديرية أسوان، فأنا صعيدي ولا أعرفه، والنسوان أحضروا لي الفواحش من كوم بكير يشهدوا علي وقالوا إني كنت أعمل الفحشاء، لا كنت أقتل، ثم إن السيدة، يقصد السيدة بنت سليمان قاسم، ثم إن السيدة تقول لما طلع حسب الله فسألت عن الحرمة التي كانت وياك، فقالت لها: إن الله ستار على عبيده، خذ 2 جنيه، فإذا كانت المعرضة أعطيها 2 جنيه، فكم أعطي المومس؟ هل أنا برنس؟ فإذا كنت أعطيها 2 جنيه علشان قتل، فلماذا لم تبلغ الكراكون؟ وأنا لا أقبل شهادتها أبدا، والثانية كانت مقطورة عند سكينة والآن تكشف في كوم بكير، يقصد عزيزة بنت عبد العزيز كانت مقطورة عند سكينة ودلوقتي أصبحت مومس مرخصة ولها رخصة في كوم بكير وتقوم بالكشف الطبي الدوري، والثانية كانت مقطورة عند سكينة والآن تكشف في كوم بكير، فهل الذي يقتل يحضر موامس تتفرج عليه؟ وهانم التي شهدت علي لا أقبل شهادتها لأنها تقول إني أعطيتها ربع ريال وشيلتها شوال فيه لحم، فكان الواجب إني أشيل الشيلة لأني أنا الأقوى منها، وهذا كلام بعيد، وهؤلاء الشهود لا أقبل شهادتهم، فأنا مظلوم وأرجو النظر في القضية وليس عندي سوابق بالمرة، فأرجو التحقيق، فكيف حكم علي بالإعدام من غير شهود تراني أقتل؟ حسب الله سعيد مرعي مسجون بسجن الإسكندرية العمومي. بعد كده العريضة الخامسة من محمد عبد العال، حضرة صاحب العزة رئيس نيابة الإسكندرية الكلية، مقدمه لعزتكم المسجون محمد عبد العال المتهم في قضية النسوة بحي اللبان ومحكوم عليه من جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقا،
أعرض بأني سبق قدمت عريضة بخصوص مظلمتي، والآن أريد أن تحضروا لي النسوة الذين كانوا بالمنزل الموجود بشارع علي بك الكبير، وهن أم ياقوت والبربرية التي كانت ساكنة بجوارها، وجميع السكان النسوة اللواتي كنا بهذا المنزل المذكور، حيث أنهن يعلمن شيئا آخر خلاف ذلك الذي حصل، خلافا لما قالته النيابة في التحقيق، حيث أنهم أخبرتني بأنهم سمعن غاغا بالمنزل قبل اشتراكي معهم، حيث كنت معديا من شارع علي بك الكبير، وفي هذا الوقت كنت مطلق سكينة وكنت مخاصم الجميع، ويعلم بذلك قسم كرموز، وكنت لا أعلم أنهم ساكنين في هذا البيت. ولما صادف مروري أمام منزلهم قابلتني ريا وقالت لي لماذا لا تحضر، وحتما لازم تدخل تشرب القهوة، وبعد ذلك دخلت وشربت القهوة، وعلى ذلك الوقت كانت أم ياقوت والبربرية بيقرصوا عجين، بمعنى أنهم عجين وبيقطعوه عشان بعد كده يجعلوه أرغفة عيش ويخبزوه يعني. وفي ذلك الوقت كانت أم ياقوت والبربرية بيقرصوا عجين، فقالت لها أم ياقوت من هذا؟ فقالت لها ريا هو زوج أختي القديم، وإحنا بطلنا التعريض بالصاد، هو مش أجنبي، وهذا لأنهم أصحاب المنزل كانوا حرجوا عليهم أنهم يحضروا أناسا آخرين بالمنزل، ولما ذهبت أنا أرادوا أن يستفسروا عني هل أنا أجنبي من عدمه، فقالت لها ريا إنه كان زوج أختي. وبعد ذلك سألتني أم ياقوت هل أنت كنت زوج سكينة؟ فقلت لها أيوة وطلقتها لأنه لم يحصل اتفاق. فقالت حيث إنك معرفة أنا هقول لك على الفصل اللي حصل من ريا واختها وجوزها وأخو جوزها اللي هو حسين سعيد مرعي، وده بقى أصل اتهام محمد عبد العال لحسين سعيد مرعي شقيق حسب الله سعيد مرعي. فقلت لها وما هو الذي حصل منهم؟ وفي هذه الساعة كانت أم ياقوت والبربرية جاريين تقطيع العجين لخبزه، وكانت ريا تسيبني برة لتأكل البط، فقلت لأم ياقوت وما الفصل الذي حصل منهم؟ فقالت حسب الله دخل بوحدة معاه، والوحدة عليها مصاغ كتير، دخل وراه أخوه، وكنا جاريين عدم إدخال أحد خلاف السكان، يعني تقصد كنا مانعين دخول أي شخص غريب خلاف سكان البيت. فأنا قلت له من هذه حسب الله؟ فقال هذا أخي وهذه زوجة أخي. فقالت أم ياقوت انتظرنا 5 دقائق وسمعنا المرأة التي دخلت صرخت 3 صرخات. فقالت البربرية لأم ياقوت حتما المرأة التي دخلت الآن لازم اتقتلت، لأن هذه الصرخة صرخة موت، وبالعادة أن المرأة تصوت كتير، ولكن هذه صرخات 3 صرخات وكتمت مرة واحدة، فنزلنا عليهم لم نجد إلا حسب الله وأخوه، والمرأة التي صوتت لم نرها ولم تخرج من المنزل ولا هي موجودة فيه. فقالت له أم ياقوت والبربرية من التي كانت تصرخ هنا؟ فقال لها إنها رفقتي وضربتها وكرشتها ولكنها لم تخرج، وقد وقفها في وجهنا ولم يصرح لنا بالدخول في الأوضة. فقالت له أنت قلت إنها زوجة أخيك والآن تقول إنها رفقتك، فإيه الكلام ده؟ أنا رايح أبلغ عنكم. ولبست هي والبربرية وخرج، فقابلها ريا وقال لها الحي في البيت صوات؟ فقالت لها لا مفيش صوات ولا خلافه، هي رفقته دخلت له فضربها وكرشها. قالت لها منين تعرفي انت جاية من الخارج؟ فقالت لها انا بهزر ولم يحضر احد هنا. فقالت ام ياقوت انها شافته وهو داخل وهي معاه، قال انها زوجة اخوه، ولما سمعت الصرخ قال انها رفقته وضربها وكرشها، وتصدر الباب هو واخوه، فانتم لازم تعزلوا من البيت. فقالت لها تعالي ننظر للي حصل، وأخذتها وذهبت إلى المنزل وعمل عركة مع حسب الله وأخوه علشان أصحاب البيت لا يعرفوا اللي حصل. مسكت فيه هو وأخوه وقالت له كيف تحضر رفقتك هنا وتغضب أهل المنزل؟ ساعة يقولوا البيت فيه تعريض وساعة يقولوا البيت فيه صوات، فالأحسن لا تحضر هنا ولا أنت ولا أخوك. وقالت معلش وتاني مرة لن يحضروا.
فقالت لها إنه لا يصح أن يحضر رفيقته في منزل حر، وعلى ذلك فأنا حصل عندي كسوف من أصحاب المنزل ولم أذهب هناك أبدا. وبينما كنت مارا في الطريق بعد ذلك بشهرين، وجدت حسب الله هو وريا ماسكين في بعضهم. وريا بتقول لازم أوديك في مصيبة أنت وأخوك، تاخد فلوسي وتروح ترافق بقى النسوان الفواحش، بدل ما تصرفهم على واحدة مومس اصرفهم على بنتك. فأنا خلصتهم من بعض حيث لا يصح إني أعدي عليهم وهم يتشاجروا ولا أفصل بينهم. ولما حسب الله سمع منها كلمة أنا هوديك في داهية أخد نفسه ومشي. فأنا أخدت ريا من إيدها وذهبت بيها لجهة أخرى، فقلت لها كل ساعة والتانية تتشاجروا مع بعض. فقالت لي اسكت، لازم أوديهم في داهية هو وأخوه، لأنهم قتلين قتلة ويحضروا النسوان هنا ليقتلوهم وليأخذوا مصاغهم وكرشوهم من كفر الزيات، وعاوزين يخرجونا كمان من الإسكندرية. أنا لازم أوديهم في مصيبة. فأنا لما سمعت ذلك تركتها وذهبت من شارع تاني، وقلت لازم كلام البربرية صحيح. فلما اصطلحوا مع بعضهم وجدوا أني عملت بالذي حصل وتركت ريا زعلانة ومشيت. فهمت أني فهمت الحكاية إيه، لذا أحضروني وعملوا لي عزومة فيها خمرة وأكلت وسكرت. وبعد ما فقت وجدت نفسي ماسك قدوم وبفحر في الأرض، فأرجو استحضار حسين سعيد مرعي من مركز أسوان من ناحية الرقبة بوجه قبلي وإجراء التحقيق معه، لأنه يعرف أناس آخرين كانوا مشتركين في الجريمة، والله أعلم. دي كانت عريضة محمد عبد العال، وهي عريضة طويلة بيتهم فيها حسين سعيد مرعي بالاشتراك مع حسب الله في قتل إحدى النساء قبل بداية العمليات. طبعا ريا كذبت كل الكلام ده وأنكرت كل الكلام ده، وقالت إن محمد عبد العال بده يلم ناس من برة وعايز يعيد فتح التحقيق والقضية مرة تانية عشان يكسب بعض الوقت، وإن كل الكلام ده غير صحيح. بعد كده عريضة من عبد الرازق يوسف: حضرة صاحب السعادة مأمور سجن الإسكندرية، مقدمه لسعادتكم عبد الرازق يوسف محمد من أهل الإسكندرية وقاطن بجهة اللبان المتهم في قضية ريا وسكينة المشهورة، أعرض الآتي على مسامع سعادتكم لتحويله إلى الجهة المختصة للنظر في أمر شكواي وتظلمي هذا أفندم. بما أنني بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب وليس لي دخل في هذه القضية بالمرة، ولم يسبق لي معرفة بأحد من النساء أو الرجال المتهمين في هذه القضية مطلقا، ولم يوجد عندي ولا في منزلي أي شيء يثبت تلبسي بهذه التهمة، خصوصا وأني رجل معلم عربيات بميناء الإسكندرية، وكنت أتقاضى ما هي قدرها 15 جنيه مصري، ولم يسبق لي سوابق مطلقا غير سبقة واحدة سجنت فيها 4 شهور. طبعا هو كذاب كذب الإبل، لأن عبد الرازق كان أكبر سجل إجرامي في عصابة ريا وسكينة كلها، وكان أكبر سوابق في عصابة ريا وسكينة كلها كان له حوالي 19 سبقة وبيكذب بمنتهى البجاحة. فكيف أعامل معاملة المجرمين الذين يقتلون وينهبون؟ فأين العدل وأنا بريء؟ لمن أشكو وأنا لم يكن لي دخل مطلقا؟ فأين الشاهد الذي يثبت علي هذه التهمة، خصوصا وأن المتهمين خلافي اعترفوا بالتهمة المتلبسين بها وأقروا بما فعلوه ليل نهار في هذه المدة؟ وقد شهد علي أحدهم محمد عبد العال المتهم معي بأني بريء ولم يكن لي دخل مطلقا، ولأجل تصديق قولي قد حضر محمد عبد العال واعترف أمام الكاتب الذي حضر من النيابة ببراءتي. وعلاوة على ذلك أوقع أنا محمد عبد العال المتهم المذكور في القضية المذكورة عليه أن عبد الرازق المذكور بريء ولم يكن له دخل معنا مطلقا، وهذا إقرار مني بذلك محمد عبد العال. فهل بعد ذلك تعدموني وأنا رجل مسكين غلبان ليس لي دخل مطلقا؟ فيا أهل العدل أنصفوا من شهد معه المتهمون، أنصفوني لأني خارج عن هذه الجمعية مطلقا، أنصفوني لأني بريء وقد شهد بذلك محمد عبد العال المتهم الذي أقر في أوراق القضية أنه قاتل حقيقة، أنصفوني وخففوا عني الحكم، والله مطلع على ما في القلوب، وأسأله تعالى
وهو خير مسؤول أن ينتشلني من هذا الظلم الذي حل بي، وهذا كل ما عندي. بصمة عبد الرازق يوسف محمد، تحريرا في 10/11 أو نوفمبر سنة 1921. آخر عريضة هقدمها عريضة مقدمة من عرابي حسان إناوي. حضرة صاحب السعادة مأمور سجن الإسكندرية العمومي، مقدمه عرابي حسان المسجون بسجن الإسكندرية العمومي تحت نمرة 11/52 المتهم في قضية ريا وسكينة المشهورة، أعرض الآتي أفندم. حيث أنني أرفع بصفة تظلم العريضة هذه لما سيحل بي من هذا الحكم القاسي الذي سينفذ علي، مع أني بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لأني أنا ليس لي دخل مطلقا في هذه القضية، لأني أنا رجل معلم في البحر أتقاضى شهريا 12 جنيه 12 جنيها مصريا مع المعلم علي جابر، واليوم الذي أخذوني فيه كنت شغال في المركب على يد محمد سليم وعلي بن السيد حسين أبو العلا، وأخذوني الكراكون قالوا تعال شوف العريضة مكتوبة في حقك، فعندما ذهبت قالوا هل تعرف امرأة تدعى ريا؟ قلت لا ولا أعلم عنها شيء مطلقا وأنا مظلوم، فيا هل ترى تحاكموني بأدلة وإثباتات أم بدون أدلة؟ فنرجو تخفيف الحكم حيث أن متهم على متهم لا تجوز شهادته، وإذا كان أحد شفني ونظرني فلا مانع من استحضاره، فالنساء نساء القاتلين والمضبوطات وجدت عندهم، فبأي وجه تحاكموني محاكمة هؤلاء المجرمين؟ وبسبب ادعائهم علي هو أنها كانت سكنة بجواري في باب سدرة الجواني، ولما ظهر منها الفحش ضبطتها وطردتها من المنزل. هو يقصد ان سبب اتهام ريا له انها كانت بتسكن بجواره في باب سدرة الجواني، ولما شافها بتفعل امور الفحشاء والمسخرة طردها من السكن، عشان كده اتهمته. بناء عليه ارجو سعادتكم تحويل طلبي لجهة الاختصاص للنظر. وختاما ادعو لسعادتكم بدوام العزة افندم، ويشهد بذلك علي حسان وعلي حسن والحاج محمود العوام، طبعا الحاج محمود العوام نسيبه اللي هو ابو زوجته، وعلي ابن احمد منصور. عرابي حسان إناوي، تحريرا في 14 نوفمبر او 14/11 سنة 1921. اصدقائي الاعزاء، قدمت لحضراتكم عرائض رجال ريا وسكينة من داخل السجن. العرائض دي بتقدم لأول مرة. أرجو أني أكون وفقت في عرض حلقة النهاردة، وقدرت أقدم لكم شيء جديد وشيء يسعدكم ويشبع فضولكم ورغبتكم في معرفة كل شيء عن قضية ريا وسكينة. بتمنى أن عملي المتواضع ده يكون نال على إعجابكم ورضاكم. بإذن الله في الحلقة القادمة هنتناول إعدام ريا وسكينة ورجالهم، كل التفاصيل الموجودة في كل المصادر الموثقة المؤكدة هقدمها لحضراتكم بإذن الله، كأنكم شايفين صورة أو فيديو لتنفيذ حكم الإعدام في ريا وسكينة ورجالهم. في نهاية الفيديو بتمنى أن الفيديو يكون نال على إعجابكم ورضاكم. منتظر آرائكم وأسئلتكم في التعليقات. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.